لمزيد من التفاصيل حول التظاهرات الشعبية في العراق ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله. بتزامن مع اتساع رقعة المظاهرات المستمرة في العراق، كيف تتوقع أن تتطور الأوضاع في ظل استمرار الفساد الحكومي وزيادة السخط الشعبي كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. لحد الآن هذه المظاهرات مطلبية تتعلق بالخدمات ومدى توفيرها، ولكن الأمل كبير في أن تتسع هذه المظاهرات، أولا لترفع شعارات وطنية، ثانيا لتتسع رقعتها لتشمل أكبر عدد من المحافظات وأكبر عدد من المدن والقرى، وبذلك فقط يمكن أن تكون ثورة شعبية حقيقية. نعم، انهيار الخدمات وأزمة الكهرباء هي أبرز مطالب المتظاهرين في هذه الاحتجاجات، ما مدى قدرة الحكومة على تبرير كل هذا العجز وتوفير بدائل على الأقل لتهدئة الشارع؟ هذه السلطات التي تدعي أنها تحكم بعد باسم مظلومية الشيعة ومظلومية المواطنين في جنوب العراق تحديداً، فاشلة تماما وغير قادرة على تلبية أي من احتياجات هؤلاء المواطنين الذين تحكم باسمهم وتسرق باسمهم وتقتل باسمهم. وبالتالي هذه المظاهرات تكشف الفشل الذريع لهذه السلطات على مدى 15 سنة. هذه السلطات توفر لديها مبالغ هائلة من الأموال تقدر بأكثر من 1200 مليار دولار، وكلها أهدرت دون أن يجد المواطن العراقي في وسط وشمال وجنوب البلاد كما في شرقها وغربها دون أن يجد أي انعكاس لهذا الثراء الكبير الذي تتمتع به دولته. وبالتالي فإن هذه المظاهرات كما قلنا تكشف زيف هذه السلطات وفسادها وعجزها عن تحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم التي هي تعتبر من أبسط احتياجات الإنسان. في هذا السياق وباعتبار أن هؤلاء المواطنين رفعوا شعارات ومطالب أساسية لابد من توفرها، الماء والكهرباء، قابلت الحكومة هذه المطالب باستعمال القمع واعتقال منظمي هذه المظاهرات، هل برأيكم مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الحكومة ستثني من عزيمة المتظاهرين وتحد من استمرار تحركاتهم؟ إذا كانت هناك قيادة وطنية واعية لهؤلاء المتظاهرين فأنا أعتقد أن هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها السلطات المتحكمة بالعراق ستزيد من لهب وضراوة هذه المظاهرات لتتحقق بذلك ثورة شعبية أو بوادر ثورة شعبية في مناطق جنوب العراق. تحديد بالحديث عن جنوب العراق ولنستغل الوقت أكثر معكم أستاذ مصطفى، الحكومة كانت دوما تروج لنفسها بأن قاعدتها الشعبية في مناطق الجنوب، وإذا بالمظاهرات تنطلق من هناك، كيف تقرؤون هذا التغير الحاصل؟ كما قلنا أن هذا التغير الذي حصل يكشف زيف هذه الادعاءات التي تمارسها هذه العصابات التي سيدها المحتل الأمريكي والإيراني على العراق. هؤلاء يحكمون باسم، يدعون الحكم باسم مظلومية الشيعة ومظلومية جنوب العراق تحديدا، أبناء جنوب العراق تحديدا، ويدعون أنهم جاءوا لإنصاف هؤلاء المظلومين، وإذا بهم يزيدون معاناتهم ويلحقون بهم أكبر الآثار التدميرية، علاوة على ما أحدثه المحتل الأمريكي والبريطاني والإيراني بالعراق. هذه السلطات العميلة تواصل سرقة الخيرات العراق وتواصل قتل أبنائه.
ما هو السيناريو الذي تتوقعونه أستاذ مصطفى لهذه المظاهرات، وكيف ستكون ردة فعل المتظاهرين حيال ردود فعل الحكومة أيضا واستعمالها للعنف والقمع؟ نحن لحد الآن نجد مطالب خدمية يرفعها أبناء هذه المحافظات. ما نرجوه وما نتمناه حقيقة هو أن تعم هذه المظاهرات لتكون ثورة شعبية تنادي بمطالب وطنية حقيقية، في مقدمتها إسقاط هذه الزمرة المتحكمة بالعراق التي سرقت أموال الشعب العراق وقتلته واضطهدته ودمرت كل بناها التحتية التي بنتها دولة العراق الوطنية منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في مطلع العشرينات من القرن الماضي. لحد الآن هذا لم يحدث، لكن هذا ما نرجوه حقيقة لتكون ثورة شعبية حقيقية فعلا وليست مجرد مطالب خدمية يمكن الالتفاف عليها بإجراء حكومي هنا أو هناك لامتصاص الغضب الشعبي. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.